هيرو مش هيبقى زي كل مره، هيقول لك لا المره دي مختلفه، فهتلاقي ناس سنيه اسنانها بشكل كبير جدا مستنياك في اطار من الود والاحترام والتعامل طيب. الجيد ما بيننا وما بين طبعا الترجي. طيب خلينا معايا كمان واحد من الناس اللي انا بحترمها جدا واخوه وحبايب، وممكن نعمل حاجه منه ومن بعض ما بين قناه الاهلي وقناه حنا بقى ان شاء الرحمن في تونس، هيثم الاعلامي الكبير. هيثم يعني مساء الفل يا هيثم، والف مبروك، ببارك لك الاول على صعود الترجي التونسي. خير، اهلا وسهلا بيك كابتن، اهلا وسهلا، كيفك الحضور؟ ازيك يا سيد؟ ازيك انت عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله والله الحمد لله. عسلامة عسلامة. النادي الاهلي السيد اليوم مبروك حبينا السيف وحبينا الاهلي اليوم. ليه بس؟ ده احنا حابين ان انتوا توصلوا والله جدا جدا يعني. طبعا اللقاء هيبقى مختلف عن كل مره يا هيثم. تحياتي الاول وتحيات كابتن شريف عبد المنعم ليك وكابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش، وهو اللقاء في الاول والاخر ما بين اقوى فرقتين على المستوى الافريقي، اقوى فرقتين على المستوى القاري بالتاكيد، الاهلي والترجي، عنوان لمباراه صعبه جدا جدا على الفرقتين، الترجي بجماهيره والترجي بنجومه والترجي بمشجعيه وانصاره بالتاكيد صعب جدا جدا، والاهلي بقوته وتاريخه، فهي عنوان لاكبر بطوله افريقيه وعنوان لبطوله قويه جدا جدا ما بين الاهلي والترجي. هيثم اكيد سيد دوري لاحظت كل شيء، يعني الترجي والاهلي افضل دوري راح في المباراه الافريقيه الان، وخاصه النادي الاهلي صراحه، لان مباراه النادي الاهلي كل قاعده توصلت تونس، وخاصه نبعد شويه حتى على اخبار الرياضه، يعني اخبار الكوره على ارضيه الميدان، الاداره الجديده للنادي الاهلي وكل ما تنجزه للنادي الاهلي صراحه صحيح. هذا فخر يعني، وصراحه هذا قاعد يعطي انطباع كبير برشا للنادي الاهلي في تونس، خاصه الاتفاقيه الاخيره مع شركه برزنتيشن ايضا مع امبرو، يعني صراحه الاهلي قاعد اداريا اعلى مستوى الاهلي يعني، وهذا ما ياكد يعني حتى النتائج على ارضيه الميدان، صراحه صوره كبيره للنادي الاهلي هون في تونس، جماهير الترجي اليوم الكل كانت تفكر في المباراه، كانت تفكر في مباراه ملاقاه النادي الاهلي المصري، كما قلت لك في بدايه الامر حبينا كانت تكون سيف، لانه صراحه لانه جماهير الترجي تفكر جيدا، هذا موسم المئويه، مئويه تاسيس الترجي التونسي، برنامج كبير، برنامج حافل للترجي، واكيد يعني الهدف الاول والاساسي حتى للترجي الذهن مشتت يعني في الدوري التونسي، ما هيك كانوا الترجي التونسي فقط باربع نقاط في الدوري، نقطه مباريات يعني بعيد، حتى التركيز كله مشتت، لكن الترجي يعول الكثير على هذه كاس رابطه الابطال الافريقيه في نسختها الحاليه، خاصه كونه مباراه الاير ستكون في تونس، ونعرفوا جيدا الاضطراب النفسي اللي مر به الترجي خاصه بعد الترشح للدور النصف النهائي، نعرفوا اقاله المدرب والمدرب الاحتياطي، المدرب الثاني اللي هو معين الشعباني هو يتولى مقاليد قياده الترجي التونسي، واللي شفناه اليوم، اللي شفنا الترجي اليوم وكانه ذكرنا معين الشعباني لما كان لاعب الترجي وكان السوداني، وقت الترجي عاد وسجل خماسيه كامله، اليوم الترجي عاد وسجل رباعيه كامله، لانه الترجي سيد اليوم الترجي تقريبا 10 دقائق لعب الترجي منهزم 1-0 وعليه يسجل ضد اهداف، بس يرجع الترجي يسجل ضد اهداف، لكن يبقى يعود النادي بريميرو دي اغوستو ويعود النتيجه وسيد الدين. بصراحه الناس كل عديد الناس سلمت هوني في تونس عديد، لكن برافو للمعماريه، برافو للمدرب اللي تامن في الفريق نتاعو، الترجي اليوم ورا مباراه كبيره برشا ضد فريق محترم جدا، الترجي استطاع كان يمر الى الدور النهائي وتثبت اليوم، صراحه اليوم كان انتصار الروح والدم للترجي، انتصار صراحه خلينا نلقاو مباراة دور نهائي كما قلت ما بين زوج أقوى فرق الآن في إفريقيا، الأهلي المصري فريق القرن، الأهلي المصري بتاريخه، الأهلي المصري بجمهوره، الأهلي المصري بالتقاليد الكبيرة، والأهلي المصري يعني تعود على السفر إلى تونس، وهذه النقطة اللي خايفينها جماهير الترجي، لأنه الأهلي المصري شفناه وين ما يسافر الرادس وين ما يجي يلعب مع الترجي، وما زال حتى الأهلي فاز على الترجي في دوري المجموعات، يعني صراحة نستناو مباراة كبيرة برشا، نستناو مباراة بين زوج فرق اللي عندهم تقاليد كبيرة، بين زوج فرق عندهم الإمكانيات الكاملة باش ينجموا يعيشوا جماهير القارة الإفريقية وجماهير كرة القدم، مباراة دور نهائي تاريخ في سمعة كرة القدم الإفريقية، ومباراة دور نهائي باش يكون حاضر فيها الفار، يعني تكون الأمور محسومة حتى من التنظيمية صحيح صحيح قبل الاتحاد الإفريقي، اللي باش نلقاو تقنية الفار هذه تكون حاضرة في تونس وتكون حاضره في مصر، دونك نستناو الا مباراه تكون هي في الاول والاخر سيد، تعرف جيدا مباراه الاهلي ومباراه الترجي دائما مباراه اجواء، مباراه
تعمل شو كبير برشا، تعمل ضجه كبيره برشا ان كان في الشارع المصري في الشارع التونسي. وفي نهايه الامر وتتذكر جيدا سيد الاهلي وفاز في تونس بالذات، وكنا صفقنا للاهلي وجماهير الترجي كانت صفقه الاهلي، لانه بصراحه وهذا بدون مجامله او دون رمي الورود يقعد النادي الاهلي ويبقى النادي الاهلي باسمه بتاريخه بعراقته. النادي يفرض الاحترام، فما على الا جماهير الترجي او لاعبي الترجي خاصه الاعداد جيدا لهذه المباراه. واكيد سيد من ناحيه يتمنى الفوز للترجي ومن ناحيتك تتمنى الفوز للنادي الاهلي، لكن اكيد نستناه ان شاء الله في كل مباراه بالتاكيد وان شاء الله الرحمن. تفضل يا هيثم. كما قلت لك سيد نستناه باش تكون مباراه كبيره في القاهره، في نزوز جماهير كبيره، ويظهرني الكلمه الاولى اليوم اللي دخلت في رادس ماذا بينا نشوفوا عرس كبير برشا ان شاء الله على السلطات التونسيه اولا وعلى السلطات المصريه، كونه تسهيل تنقل جماهير الترجي وتسهيل تنقل جماهير الاهلي المصري، لانه بصراحه دائما تقعد هذه المشكله. شفنا الترجي والاهلي اداره وملاعبيه علاقات ممتازه وممتازه جدا بين جماهير الترجي وجماهير الاهلي، علاقات طيبه وطيبه جدا، وكنت شفت هدايا يا سيد وكنت عشت هدايا، وكانت جماهير الترجي لما تتنقل لمصر تقيم عند الاهلاويه. صحيح جماهير اهلاويه، دونك فما على السلطه وعلى المسؤولين وعلى السياسيين، وهذه كلمه من منذ الان يعني، وهذا ان شاء الله نسعى له نحن كاعلاميين في تونس وانتم كاعلاميين في مصر حتى يكون عرس باسم معنى الكلمه ان شاء الله. يا ربي قربوا للجماهير ونخليه اكثر عدد ممكن من جماهير الترجي واكثر عدد ممكن من جماهير الاهلي يكونوا حاضرين في النهائي هذا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن هيثم باذن الله، ونشوف خط تعاون ما بيننا وما بينكم ان شاء الله الرحمن، نكلم المسؤولين هنا في القناه وان شاء الله الرحمن يبقى في نوع من التعاون عشان نوصل رساله مهمه ايا كان مين ياخد اللقب او مين يكون المنتصر. لكن في النهايه بالتاكيد يعني حتى على مستوى التحكيم ولا حاجه، انت بتتكلم على كل واحد هياخد حقه من خلال تقنيه الفيديو اللي هي الفار، فاكيد كل واحد هياخد حقه ثالث ومثلث، لكن يبقى يعني الامور الفنيه اللي منتظرها كل عشاق وجماهير النادي الاهلي واللي منتظرها كل عشاق وجماهير الترجي باذن الله. شكرا جزيلا هيثم الرشدي النجم الاعلامي الشهير في تونس، شكرا جزيلا ليك.